السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. معانا فنجان برج الجوزاء لشهر نوفمبر شهر اكتوبر، توقعات، بشاير، تحذيرات، كل ما يخص حياتك هنتكلم فيه. برج الجوزاء، صل على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتر في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين. نشوف فنجان برج الجوزاء، اثبت وجودك في الكومنتات وبالصلاه على الحبيب. الجوزاء حيران، الجوزاء عنده حالة ركود. الجوزاء، بسم الله ما شاء الله. برج الجوزاء، اول حاجة انت نفسيتك تعبانة، تعبانة جدا كمان، ومخنوق ومتضايق، ايوة، بسبب مواضيع في حياتك، حد تدخل في حياتك، وفي حاجات كتيرة جدا حصلت في حياتك عملت لك عراجيل ومشاكل. طيبة قلبك هي اللي مبوظة حياتك، أيوة، طيبة قلبك هي اللي مبوظة حياتك. بتدي كتير، بتدي، وعندك حالة ركود يا برج الجوزاء، عندك حالة ركود بسبب سوء اختياراتك أو بسبب بعض الاختيارات الغلط اللي عندك. بتصحى من النوم تعبان، مخنوق، متضايق، حزين، ما عندكش طاقة لأي حاجة. عندك نغزة في قلبك يا برج الجوزاء، بس أنا مش عايزاك تقلق أو عايزاك تهدى وتركز في كلام. خلال أول 10 أيام من شهر نوفمبر هتدخل في طاقة إيجابية، وعندك تعرف على حد جديد. أيوة، عندك تعرف على حد جديد. في حاجة هنا مضايقاك وخانقاك وعاملالك طاقة توتر، عايزة كمان افرحك واريح بالك وارد على سؤالك اللي هو شاغل بالك بطريقة رهيبة. انت عندك لم شمل مع رجوع، عندك لم شمل، عندك كذا برج في حياتك حصل بينك وما بينهم انفصال بسبب السحر اللي بيتجدد. ايوة، بسبب السحر اللي بيتجدد. عندك علاقة هنا مع برج الكوس يا برج الجوزاء. برج الجوزاء انت اليومين دول اكتر حاجة تعباك هي نفسيتك، النفسية عندك تحت الصفر. ايوة، انا زي ما هتكلم بايجابية هتكلم كمان بسلبية. اول حاجة، النفسية عندك تعبانة، ولسه حالا قاطع علاقتك مع بعض الاشخاص اللي في حياتك، اللي هم اخواتك، اللي هم اهلك. مريت بصدمات كتير جدا، مريت بصدمة نفسية وتعالجت عند دكتور نفساني، او بقيت تاخد علاج، بقيت تاخد ادوية. المهم ان انت مريت بصدمة من فترة، حد توفى عزيز على قلبك، زعلت عليه وحزنت، حسيت ان هو روحك اتخلعت معاه. اطفالك تعبينك، جوزك، الشريك عندكم تعبكم جدا، الشريك اهمل بينك وما بينه، الشريك دخلك في طاقة نفسية، عندك ضغط نفسي رهيب، عندك علاقة مع برج الكوس، حصل سحر تفريق وحصل مشاكل. اليومين دول انت ولا عارف تاخد قرار يا برج الجوزاء، بسبب ان الشريك عامل لك طاقة اهمال رهيبة ومخليك كده مع نفسك، بقيت تكلمه وما بيردش عليك، اهمل فيك جدا. عندك طاقة ضغط نفسي عليك، يعني انت ضغط نفسك او في حد بيضغط عليك. عندك شخص يا برج الجوزاء، حد اناني، حد مش كويس، بتلاقيه كده دايما بيفكر في نفسه، مش حابب الخير لاي حد، ودايما بيحب نفسه جدا. عندك حد من برج الحوت، حد برج الحوت يا برج الجوزاء بيحبك جدا، بس انت بسبب الضغط النفسي اللي عليه برج اللي انت فيه يا برج الجوزاء مش عارف تعمل ايه. عندك اعتذار مع برج الجوزاء، مع برج الثور، هيبقى في اعتذار وهيبقى خلاص، هتلاقي نفسك الامور هتتحسن. الدوخه اللي بتجيلك دي ضعف، ضعف واهمال في نفسك. انت اليومين دول اهملت في نفسك جدا يا برج الجوزاء من كتر الضغط النفسي عليك.
لازم تحصن نفسك اول باول علشان العيون جايه لك. انت عندك تراكمات رهيبه في حياتك من كتر الضغط النفسي، انت بتستحمل استحمال رهيب يا برج الجوزاء، بتستحمل كتير جدا، بس من كتر ما انت بتستحمل خلاص تعبت. يعني انت المفروض ان خلاص مش كل حاجه هتفضل تضغطها في نفسك، كفاية كده واعمل حدود. من وقت للتاني بتبقى كاره نفسك، مش حابب ان انت تكمل، بتطلع من البيت مبسوط بترجع حزين، ده بيدل ان انت عندك سحر مرشوش في البيت من المقربين. انت خايف من بكرة، خايف بطريقة رهيبة من الايام، رغم ان مستقبلك جميل، رغم ان مستقبلك شايل لك انطلاقات وشايل لك فرحة. طب عايز اقول لك في شهر 11 ان انت هتاخد الحرية التامة، هيبقى عندك استقرار في حياتك العاطفية، انت اصلا داخل في علاقة جديدة حب، داخل في ارتباط جديد الله اعلم، بس انت داخل في علاقة عاطفية او هيكون عندك تعارف في حياتك العاطفية، وهيكون عندك لم شمل، هيكون عندك امور حلوة. طب بص يا برج الجوزاء، عشان برز ايه ده ايه؟ يعني انا عايزك انت تفسرني ده ايه؟ ده مش قلب؟ قلب اهو قدام عينك يا برج الجوزاء، شايف؟ شايف القلب؟ انت عامل زي الاسد، انت شايف الاسد اهو، انا عايزه بس اوريك، عامل زي الاسد، دايما بتقف على ارض صلبه، بس هي اختياراتك بتكون غلط، اختياراتك بتكون غلط، في قرار انت نفسك تاخده بس مش عارف، عندك حد مصدوم صدمه كبيره جدا، القرار ده حاسس ان هو موقف حياتك، حاسس ان هو عامل لك وقف حال بطريقه رهيبه. عندك حد وقع عليك ظلم منه، حد وقع عليك ظلم منه، انت محسود على اي حاجة تخش حياتك يا برج الجوزاء، لدرجة ان انت كاره كل حاجة ومش عايز تتكلم مع حد ولا حد يكلمك، رغم ان انت هيكون عندك انطلاقة حلوة الايام اللي جاية. العالم اللي انت فيه مش عالمك، العالم اللي انت فيه مش العالم بتاعك، في حد هنا هيحاول يقف معاك ويدعمك وهيطلعك من الطاقة السلبية، وهتاخد خطوة لقدام بطريقة رهيبة. برج الجوزاء انا عايزاك تبشر وتبشر نفسك، انت عندك خبر حمل، اللي مستني الذرية الصالحة بإذن الله هيكون عنده طفل ومولود زي القمر، انتوا هيكون عندكم اخبار حلوة، لا اما حد عندكم في العيلة هيسمع خبر حمل، لا اما انتوا هيكون عندكم خبر حمل، المهم انه في حاجة حلوة هتحصل عندك يا برج الجوزاء الايام اللي جاية، في لقاء حلو جدا جدا جدا، بقالك مدة اللقاء ده مستنيه، اللقاء ده بقالك فترة كبيرة جدا عايز تتكرم بينك وما بين الاشخاص اللي بينك وما بينهم اللقاء. عندك كذا مشروع هيتعرض عليك الايام اللي جاية، فحاول تهدي اعصابك وحاول تسيطر على حياتك بالكامل. عندك مشكلة صحية انت يا برج الجوزاء اليومين دول، المشكلة الصحية دول عندك في حياتك، انت اليومين دول بتحارب، اليومين دول بتحارب جدا يا برج الجوزاء، اليومين دول اعلنت الحرب، ايوة اعلنت الحرب وطلعتهم. بص انت هنا واقف وبتدي اوامر او بتقول لهم اطلعوا برا، بتقول لهم انا مش عايزكم، خلاص ابعدوا عني. انت خسرت حاجات كتيرة جدا، بس ما تقلقش، خسرت حاجات كتيرة جدا جدا جدا، بس ما تقلقش، عندك ام الشريك، ام الشريك دي مش عايزه اقول لك ربنا ياخدها، بس فعلا ست مش كويسه، ولا حبالك الخير، ولا حابه ان انت تكون مرتاح في حياتك. الحما عندك بتغير منك، او بنتها بتغير منك، او دايما بيحقدوا عليكم، دايما بيحقدوا عليكم، مش حابين لكم الخير. علاقتك مع برج الحوت احسن حاجه ان انت انفصلت، علشان كانت عامله لك مشاكل وكنت تعبان. عندك علاقة مع برج السرطان، هيبقى فيه اكتمال مواضيع وهيتفتح مواضيع كتير جدا الايام اللي جاية. انت مستني الاوراق في المحكمة تخلص، او مستني القضية تربحها، اذا كانت ورث، اذا كانت
انفصال زي ما يكون، بس القرار اللي انت هتاخده هيكون في صالحك وهيكون في سعادتك، علشان انت مهموم وحاسس من كتر التراكمات اللي انت فيها نفسيتك تعبت ومش عارف تعمل ايه مع بعض الاشخاص اللي في حياتك. فعايزه اقول لك شهر 11 ده هيقدم لك امور حلوه جدا وهيقدم لك تحسنات، بس انت دايما خلي عندك يقين بالله اكتر من كده يا برج الجوزاء، ونشوف فنجانك بيقول ايه. بسم الله. بص يا برج الجوزاء، اول حاجة عايزاك تاخد بالك من واحدة افعى، من واحدة افعى. الست دي بتلعب على كل الاطراف، بتلعب على كل الاطراف دايما، هي دايما بتحسها ان هي واقفة جنبك وبتدعمك وبتقولك انا عايزة مصلحتك وبفضل مصلحتك على مصلحتي، والكلام اللي احنا ما بناكلش منه نتيجة، بس انت عارفها ان هي خبيثة. احلام مزعجة، احلام مزعجة عندك يا برج الجوزاء، بتحلم بكوابيس، بتحلم ان انت في حاجات مختلفة في حياتك، بتحلم ببعض الحاجات، وعايز اقولك ان احلامك بتتحقق لدرجة ان انت خايف فعلا، احلامك كلها بتتحقق، والايام اللي جاية هيكون عندك حلم حلو جدا، هيبقى فيه تحسن. بينك وما بين برج العقرب علاقة ومفيش تفاهم، حاسس ان كل واحد ماشي بدماغه. بص يا برج الجوزاء، انت هادي جدا، هادي جدا، وبتحب الخير لكل الناس، وبتحب تعمل حاجات كتيرة حدا جدا حلوة، ومنتظر تفاؤل في حياتك، ودايما عايش على امل الخير. بالفعل ده احسن حاجة انت بتعملها، بس برضو ده ما يضرش ان وراك اسحار، ده برضو ما يخلكش ان انت تآمن، او ان انت لازم تاخد حذرك من اللي عامل حبيبك وهو اصلا وراك مش حبيب لك الخير. في عيون كتيرة جدا عليك، في عيون كتيرة جدا عليك. بص يا برج برج الجوزاء، علاقتك مع برج السرطان هيتدخل فيها حد تاني وهيخرب الدنيا، فلازم تهدي انت الاعصاب وحاول تمسك على نفسك شوية. انت اليومين دول اهملت في حاجات كتيرة جدا، واديني بكرر لك الكلام تاني، لا مش عايزاك تهمل في حاجة، علشان انت داخل على فترة حلوة الايام اللي جاية. انت مش عارف تاخد قرار بسبب السحر اللي موقف حياتك، وبسبب النفاق اللي بيدور حواليك، والحسد، الحسد عندك مش سايبك في حياتك، مش سايبك في حالك ابدا ابدا يا برج الجوزاء. برج الجوزاء انت هنا عندك سلفة مش حبالك الخير، سلفة حقودة ودايما بتعمل مشاكل من تحت الارض، دايما عايز هي بس كل هدفها ان هي تقلب الشريك عليك. ايوه، كل هدفها ان هي تقلب الشريك عليه، دايما كده بتحسها ايه، بتعمل مشاكل من اي حاجه. بص دبان وشها بتعمل معاه مشاكل كده مش كويسه خالص، وعندك إيه اشخاص كده انت بتعزهم، بتعزهم بس وراهم ستات مش كويس. ايوه وراهم ستات مش كويس. شايفه هنا ان هيكون عندك مساعده، انت هنا طالب مساعدة، وبالفعل هيكون عندك مساعدة الايام اللي جاية. اكتر اكتر حاجة بتوجعك في جسمك هي القولون، هي الم في عظمك كله، صداع مستمر دايما بيجيلك بسبب الحيرة، بسبب طاقة التفكير اللي انت فيها، بسبب الامور اللي حاجات كتيرة جدا. مين حرف الميم يا برج الجوزاء اللي أذيك؟ ومين حرف النون والصاد؟ ومين الواو؟ في ناس كتيرة جدا أذياك خلي بالك، وفي ناس كتيرة جدا بتستغل طيبتك. أيوة في ناس كتيرة جدا بتستغل طيبتك، علشان عارفين ان انت طيب، بقالك فترة في أمنية عاطلة ونفسك تحققها، بالفعل هتتحقق. انت من جواك طيب جدا يا برج الجوزاء، من جواك طيب جدا جواك، بس قلبك مكسور،
ايوه قلبك مكسور، قلبك مكسور بسبب ان هما ما حسنش بقيمتك، ما حسنش قد ايه انت شخص كويس وبيتحب الخير. هما دايما بس بتلاقيهم بيتكلموا عليك، عايزين يأذوك، دايما بيستعملوا الشعوذة وبيستعملوا الحاجات اللي هي كلها توتر. عايزه اقول لك يا برج الجوزاء، وعايزه ابشرك ان انت تبشر، علشان انت عندك رجوع حق، انت عندك واحده ست بتطلع تتكلم عليك بطريقه مش كويسه ودايما اذيك. عايزه اقول لك ان الشهر ده اللي جاي، رغم انه هيكون في بعض الايام توتر وحيره، وهيبقى في قلق، وهيبقى في توهان وحيره، بس ما تقلقش، هيكون عندك امور فيها طاقه ايجابيه. بسم الله ما شاء الله، هتدخل في طاقة إيجابية أولا، وهتحسن أمورك، والشغل اللي انت مستنيها هيجيلك، أو المكالمة اللي انت مستنيها هتجيلك، الحاجة اللي انت مستنيها هتجيلك وهتفرحك. عايز أقول لك بس انت اللي تعبك ان انت مش حاسس بقيمتك، يعني الناس مش حاسين بقيمتك، دايما بيهملوا فيك، ودايما عاملين لك بيعاملوك بمعاملة مزعلاك ومضايقاك، وعلشان كده دايما متقلب المزاج، ودايما عندك بعض التوتر. وضعك الأيام اللي جاية دي هيكون فيه بعض اللخبطة، بس أمورك هتتحسن، وكل حاجة هتكون من نصيبك. أيوة هيكون من نصيبك، مش عايزاك تقلق، علشان انت داخل على أيام خير وأيام فيها سعادة. عايز أقول لك كمان يا برج الجوزاء، ان انت هنا في شخص هيدخل حياتك الايام اللي جاية، عايز اقول لك الحد ده هينقذك من عذاب. ايوه هينقذك من عذاب، وهيحسن حياتك بطريقة حلوة جدا. بس دايما خد بالك من الاشخاص اللي هم بيحاولوا يحتويك على هيئة ان هم يغفلوك، او على هيئة ان هم يستغلوك. في شخص عامل حبيبك وهو صديق، وهو عامل حبيبك وعامل صديق ليك، وهيقف جنبك، وانا هدعمك، وانا 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 وانا، بس ما تعرفش هو مخبي لك ايه، ولا عايز يعمل لك ايه. الناس اللي وسخت سمعتك هتشوف حقك، وهتشوف جزء من ظلمك. ايوه هتشوف جزء من ظلمك، كما تدين تدان يا برج الجوزاء. ما تقلقش ما تقلقش، حقك هيجيلك قدام عينيك. بس انا عايزك شوية يا برج الجوزاء، معلش كده، تحتفظ بأسرارك شوية، تحتفظ بأسرارك شوية، وما تتكلمش كتير عن حياتك، وديني بنبهك كتير، لانه في حواليك ناس كتيرة جدا مش حبالك الخير، دايما بينافقوا وبيتكلموا عليك. فعايزك بس تكتم شوية، عايزك تداري شوية، بلاش تتكلم عن حياتك، يعني اكتم اكتم شوية، علشان الفترة اللي جاية انت هتدخل في ايام حلوة، هتدخل في سعادة بإذن الله، وضعك هيتغير. انت منتظر الايام اللي جاية يكون فيها حياة حلوة، وبالفعل ثقتك بالله والتفاؤل، وان انت على يقين بالله ان هو هيغير حياتك، بالفعل هيغير حياتك. بس لازم تكتم، لازم تكتم وتداري شوية، لو كتمت وداريت هتكون الحاجات اللي انا اقولها لك دي من نصيبك. ايوه ديني بنبهك، لو كتمت وداريت الحاجات دي هتكون من نصيبك. اول حاجة، الفترة اللي جاية دي هيبقى فيها بعض التغيير، وحياتك هتتغير للافضل. لو انت بتدور على راحة البال، انا شايفة ان انت هيكون عندك كمية سعادة رهيبة. ايوه كمية سعادة رهيبة. عايز اقول لك ان انت تطمن قلبك، اطمن قلبك، علشان اللي انت مستنيه هيحصل. في مكالمة هتجيلك من شخص عزيز على قلبك، ونفسك ترجع له الايام اللي جاية، او هتسمع خبر عنه. المهم ان انت هتسمع حاجة تفرحك عن الشخص ده. في حد كمان في حياتك يا برج الجوزاء غامض، حد كده مش واضح، حد كده بتلاقيه كده غامض طول الوقت، ما بيعترفش بمشاعره، ما بيتكلمش، تلاقيه غامض كده، وانت اصلا مش مرتاح له. لو انت مستني سفر فانت عندك سفر، لو انت مستني رزق فانت عندك رزق. فخلي بالك، انت عندك حد تعبان، والحد ده خايف عليك قوي،
خايف عليك قوي. اليومين اللي جايين يا برج الجوزاء هتبدأ تحسن علاقاتك مع بعض الناس، وهتبدأ تتعرف على أشخاص جدد، وهتبدأ تغير من بعض الحياة عندك في حياتك. مين الشخص المريض اللي عندك وانت زعلان عليه وبتعيط عليه ليل ونهار وحاسس ان هو ممكن تفقده؟ بإذن الله ربنا هيشفيه، علشان دايما بإذن الله بفضل ربنا، ربنا مش عايز يكسر قلبك أبدا يا برج الجوزاء، فما تقلقش. شايفة كمان ان الأيام اللي جاية هيكون من نصيبك الحب، وانا قلتلك ان انت دخلت في علاقة حب وهيبقى عندك حياة حلوة، بس اصبر ودايما بشر نفسك ان ربنا هيجبر بخاطرك. مين الشخص اللي عايز يأذيك بكل طريقة ودايما بتلاقيه بيدور وراك، دايما بتلاقيه عايز يعرف حاجات كتيرة جدا تخص حياتك؟ عليك ديون يا برج الجوزاء، عليك ديون وبتحاول تسدها، بتحاول تشتغل اكتر من شغلانة، بتحاول تعمل اكتر من حاجة علشان خاطر تتخلص من الديون اللي انت فيها دي. انت بتحبش الحاجة تجيلك بسهولة، بتحب تعافر وبتحب تتعب علشان تحس بقيمة الحاجة. برج الجوزاء اليومين دول انت هتدخل في حالة ركود علشان هتعمل كذا حاجة في نفس الوقت. عايزك تخلي بالك انه في ناس كتيرة جدا بتراقبك من بعيد، ايوة في ناس كتيرة جدا بتراقبك من بعيد، وعايزاك تهدى شوية وتبطل الصوت العالي وتهدى وتهدي اعصابك. ايوة عايزك تهدى وتهدي اعصابك، مش عايزك تتعصب، مش عايزك تتعصب، ومش عايزة طيبة قلبك تكون زايدة عن اللزوم. يعني لما تتعامل مع الناس تتعامل بحذر شوية، بلاش الطيبة اللي هي تتعامل مع اكتر، يعني بلاش تتعامل اكتر زيادة عن اللزوم بطيبة. مش هقولك خليك خبيث، بس خليك ايه، حويط شوية، ما تديش اكتر ما تاخد يا برج الجوزة. انت ما بتعرفش تظلم ولا بتعرفش تيجي على حد ولا بتعرف تزعل حد، بس دايما من الابراج اللي هي محطوط عليها. بس خلي بالك كويس جدا من كل الاشخاص اللي حواليك، وبلاش تتعصب، بلاش تكون عصبي زيادة عن اللزوم، بلاش تكون عصبي زيادة عن اللزوم. عايز اقولك على كام حاجة كده، ان الايام اللي جاية هيكون عندك مناسبة حلوة، والمناسبة دي انت اصلا بتحب الالوان، بتحب اللون الاسود وبتحب الموف والازرق، بتحب الالوان دي جدا، فانت هتنزل تشتري فستان، هتشتري طقم، هتشتري حاجة حلوة جدا 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 الايام اللي جاية، وهتحضر بيها مناسبة. بس ابعد عن الضغط النفسي اللي انت بتدخل نفسك فيه، انت اللي بتدخل نفسك في ضغط نفسي بطريقة رهيبة. انت بحبيت الوحدة جدا بسبب ان انت مش لاقي راحتك مع بعض البشر، يعني انت حبيت الوحدة علشان انت مش لاقي راحتك مع بعض البشر. عايز اقولك ان ربنا هينصرك باذن الله، ربنا هينصرك. انت اصلا من المواليد اللي هي حظها هيبقى معاها. اليومين دول انت يا برج الجوزاء هيكون عندك بشارة حلوة جدا انت مستنيها من بدري، بس لو انت بتتعب كتير او بتجيلك نغزة او بتجيلك اي حاجة، دي بمجرد وقت. ايوة بمجرد وقت، مفيش حاجة بتفضل ومفيش حاجة بتدوم. عندك الشريك يا برج الجوزاء، عندك الشريك دايما بيرمي ودانه لحد، الشريك عندك بيرمي ودانه لحد، يعني بيسمع لحد كتير جدا. دعائك دايما مستجاب يا برج الجوزاء، دعائك دايما مستجاب. قولي انت ليه روحانياتك عالية والحاجة اللي بتحسها بتحصل على طول، وبتخاف ان انت تنجم حاجة؟ ايوة يعني مثلا ممكن تكون قاعد في امان الله كده وتحس بحاجة تحصل على طول، فبتخاف، بتخاف ان انت تنجم، يعني تخاف تقول لا انا مش عايز. ليه؟ بتهرب من حاجات كتيرة جدا علشان خايف تجيب لك وجع دماغ. اليومين دول انت محتاج راحة، محتاج تدي نفسك
شوية راحة، محتاج يعني ريح نفسك شوية، ريح نفسك من الضغط اللي انت فيه، ريح نفسك من السرعة اللي انت فيها، ريح نفسك من اللخبطة. الدنيا مش هيجرى لها حاجة يا برج الجوزاء، بس انت هدي اعصابك وهدي نفسك علشان تحصل على اللي انت عايزه. انت جواك كآبة رهيبة بسبب اللي كل اللي جاي عليك، بس ما تقلقش، انت هيكون عندك انطلاقة جديدة بإذن الله، هيكون عندك انطلاقة جديدة وكل توقعاتك هتكون في منتهى الجمال. عايز اقولك على حاجة كمان، ان انت عندك هدية حلوة. ايوة عندك هدية حلوة من حد مقرب ليك، حد هيجيب لك هدية الايام اللي جاية، او انت ناوي تجيب هدية لحد، انت ناوي تجيب هدية لحد، فهيبقى عندك لقاء مع حد حلو. خذلوك كتير يا برج الجوزاء، خذلوك من المقربين عندك. عارف يا برج الجوزاء انت احلى حاجة فيك ايه؟ ان انت رغم ان انت بتمر بتجارب تخلي اي حد حياته يبوظ، بس دايما ردودك ودايما ثقتك بالله اكتر. اليومين دول انت بس لما بتزعل بتجيلك نغزة، صداع، بتعيط على الفاضي وعلى المليان، اهملت في شكلك، اهملت في نفسك. برج الجوزاء اليومين دول بدأ ينسحب عن اي حاجة ممكن توجع دماغه، اي حاجة ممكن توجع دماغه بدأ ينسحب عنها. بس انت جواك ألم وجواك حزن وجواك وجع في كل جسمك بسبب الضغط النفسي اللي انت بتضغطه على نفسك. لا لا يا برج الجوزاء، عندك حياة حلوة، عندك حياة مفضلة في حياتك، امورك هترجع تتظبط. انت بتبان دايما ان انت مفكش حاجة، بس انت بتكون بتتألم، وانا مش عايزاك كده. انت لو عرفت ربنا مخبي لك ايه هتفرح في حاجات كتيرة جدا، ربنا هيكرمك بيها. انت اليومين دول بس عندك وجع في جسمك غير طبيعي، والضغط النفسي اللي انت ضغط نفسك بيه اطلع منه. النوم عندك مش مستقر، الصداع، حيرة، وده بسبب الحسد وبسبب تجديد السحر اللي في حياتك. فانا مش عايزاك تقلق، علشان عندك بشر حلوة وهتفرد جناحك يا برج الجوزاء، وامورك هتتحسن بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. انتظر التوقعات اللي جاية، عشان التوقعات اللي جاية هتكون فيها خير وهتكون فيها سعادة ليك، وعندك توقعات جديدة. وعايز اقولك يا برج الجوزاء، انت من الابراج اللي مميزة عندي، فانا دايما هتنزل لها توقعات جديدة وحديثة.